النهارده صاحي من النوم لسه باين عليا، انا اللي هعمل فطار النهارده للولاد، هعمل لهم بان كيك. هوريكم الطريقه دلوقتي. البان كيك ده اكله هي يعني اعتقد ما اعرفش هي كنديه ولا لا، بس انا ما اتعلمتهاش، ما حصلش انا اكلتها غير لما جيت هنا كندا. فهوريها لكم، يلا مع بعض نشوف الطريقه. بس ثانيه واحده، في تحت زرار احمر اسمه سبسكرايب، لو مش مشترك هتدوس عليه ضغطه واحده، ضغطه واحده فقط، يبقى انت كده اشتركت في القناه. وفي بيظهر لك جنبيه جرس كده، هتدوس عليه برده عشان ده يبقى انت كده ايه اشتركت وفعلت التنبيهات، بحيث ان انا لما انزل فيديو يجيلكم على طول. اتفقنا؟ يلا بينا نشوف الطريقه. معلش بقى، مرحب بيكم في مطبخنا المتواضع، وانا النهارده هتقمص شخصيه الشيف محمد. هو انا يعني مش شيف قوي، بس اهو شيف على ما تفرج. هم الواد بيحبوا الاكل بتاعي وده يكفيه. طيب نشوف مع بعض المكونات. المكونات سهله بسيطه جدا. هو احنا عندنا فيه ثلاث مكونات اساسيين، ايه هم؟ دقيق، كوبايه دقيق مع بيضايه واحده وشويه لبن. هنشوف اللبن ده هنحطه، الدقيق او العجينه بتاعته بتبقى بنحط اللبن ونحط عليه البيضه ونفضل نزود لبن لغايه لما تبقى السمك بتاع العجينه يعني اكتر من الكريمه واقل من الزبادي. هتشوفوها دلوقتي مع بعض. وعسل لو الناس بتحب مثلا حاجه تبقى ايه مسكره شويه، ممكن تحط حبه عسل او عسل نحل او سكر. والزبده دي هنستخدمها عشان ندهن بيها الطاسه. بما ان هو اسمه بان كيك او كيكه الطاسه، فمحتاجين طاسه زي دي كده. نبدا مع بعض يلا. ادي دقيق اهوت، تمام، كوباية دقيقة اهي، ونحط عليها البيضة. تمام. بعد كده زي ما قلنا بقى، وفي البتاع دي هنستخدمها عشان كده نقلب بيها بقى. وادي اللبن اهوت، ونبدأ بقى ايه نحط اللبن بتاعنا. ادي اللبن، نحط لبن كده ايه، نحط الاول حبة كده يعني، تمام، ونقلب كده ايه ببعضيه كده كله. ما حطيناش عسل، نسينا نحط عسل. بحب الحاجه تبقى ايه طعمها حلو شويه، والرب بيحبوها برده حلوه شويه، فممكن نحط ايه بعضا من العسل، مش كتير يعني، حبه كده ايه، حاجات خفيف خفيف كده يعني. تمام، ادي ايه. طبعا اللبن ده زي ما احنا قلنا مش هيبقى كفايه، بس انا ايه كده تمام اهوت. ونشوف كده سمك العجينه هيبقى عامل ازاي، ونقعد بقى نقلب نقلب كده. زود لبن، زود لبن تاني، وهنبدأ بقى ايه نزود لبن ونقلب كده لغاية لما توصل السمك اللي احنا ايه عايزينه. ده هو القوام المطلوب. احنا كده وصلنا للقوام المطلوب. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، نبدا نعمل الايه الطاسه، نعمل الكيكه بقى. طبعا ايه بنجيب طاسه زي دي كده اهي، طاسه نحطها على النار، وادي الزبده، بس يعني ايه شويه زبده، حاجه بسيطه قوي مش كتير يعني. تمام، نيجي بقى اهم خطوه، هنحط العجينه بتاعتنا على النار اهي. بجيب كبشه زي دي كده، تمام، واقوم جراح ايه حاطط العجينه كده، بس اهو حصتها ايه رفيعه زي ما اتفقنا. انا مش خبير قوي. دي اهم خطوه بقى، ان انت تحاول ان انت تخلي العجينه تتفرد اكتر ما يعني اقصى ممكن على الطاسه. تمام اهو، تحاول بقى ايه كده يعني، بس ونسيبها بقى ايه على النار كده ايه تستوي. التاني اهو، تمام، ونجيب العجينة نحطها that's fine، ونفردها على الطاسة. دي اهم خطوة زي ما اتفقنا عشان تطلع ايه الرفيع، السكن بتاعها ميبقاش سميك وتبقى طعمها لذيذ واحسن. طبعا
زي ما انتم شايفين هيصوروكوا العملية كاملة اهو، بتتساب على النار. نقعد نقلبها تاني كده، مش عارف بقى ايه نقلب دلوقتي. هوبا، ايه تمت بنجاح. هي دي اتحرقت شوية بس شغال يعني، لسه ما زالت يعني ماسكة نفسها. يلا دلوقتي احنا بقى هخلصهم كلهم وارجع تاني اوريكم ايه هتتاكل ازاي. دي اهم خطوة بقى، هناكلها ازاي. ده كده المنظر النهائي بعد ما خلصنا. شايفين ده الموز وده البان كيك اهوت، ممكن موز، وبناخد واحدة بنحط عليها موز، وممكن تحط عليها ميبل سيرب. ده طبعا منتج كندي 100%. الميبل سيرب دوت بيخرج من شجرة اللي هي شجرة الميبل دي، اللي هي بتحط الورقة بتاعتها على علم كندا. شايفين الورقة اللي في نص الحمراء دي، دي ورقة الميبل أو الرمز بتاع كندا. السيرب ده بيخرج من الشجرة، بيبقى طعمه مسكر كده حلو يعني، هو إيه يعني اعتبره عسل نباتي يعني حاجه زي كده. فطبعا احنا بنحط بقى الايه الميبل سيرب دوت، بنحط شويه منه على الكيكه مع الموز او اي فاكهه، ممكن توت ازرق، ممكن برضو نحط زبده فود سوداني. لو ناس ما عندهاش ميبل سيرب ممكن نجيب عسل، وبتتحط كده بالشكل دوت. تمام، يلا يا اولاد الاكل جاهز. يلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوناش بقى القناة، ها الناس تشترك في القناة معانا، لايك سبسكرايب وحاجات كده.